10% 400,000، لو قلنا ساعتها بيركب 25% يعني مليون. طب النهارده مصر اللي بقت 105 مليون، على ما بشتري تتفتح ان شاء الله 105 مليون، لو خدت 10% منها بقت تقريبا 10% بقت 10.5 مليون. هيركبوا ازاي؟ وهيركبوا على هم 11 رصيف كانوا محفوظين من رصيف واحد لرصيف 11 في محطة مصر. طب العدد الكبير ده كله هيتنقل ازاي؟ طب هتدخل هتجيب قطارات زيادة، طب هتودوهم فين؟ طب الناس دي كلها في الآخر بتصب في محطة مصر ازاي؟ فلازم كنا زي ما احنا نقلنا اتوبيس مثلا الأوللي واحمد حلمي الى عبود، وزي ما نقلنا وزي ما نقلنا وزي ما نقلنا عشان نخلخل منطقة رمسيس وكوبري الليمون زي ما كانوا بيقولوا، كان لازم نعمل محطة كبيرة. أنا يا أستاذ مصطفى يوم ما حلفت اليمين، يوم ما تشرفت وحلفت اليمين قدام فخامة الرئيس، يوميها بالليل قال لي خلي بالك في الخطة اللي أنت هتعرضها عليا اعمل حسابك، لازم نشوف حل في محطة مصر. محطة مصر الميدان بقى زحمة جدا والقطارات مش شايلة، والمحطة دي كانت معمولة من زمان ومفيش فيها توسعات، والناس بتشتكي ان القطارات بتتاخر عشان مش قادره تخش المحطه والقطارات زحمه، لازم تشوف حل ونعمل محطه تانية. قلت له حاضر يا فندم. درست خدت اسبوع انا وزمايلي، عرضت على سياده الرئيس اكتر من مقترح لمحطه، هل نفتت ننقل محطه مصر نفسها كمان الوجه البحري نوديه شبرا، والوجه القبلي نوديه الجيزه اللي موجوده، ما في عندنا محطه في شبرا بتخدم على الوجه البحري، وعندنا في شبرا الخيمه، وعندنا محطه في الجيزه في المنيب بتقدر ممكن تخدم على الصعيد، ويبقى فضينا خالص رمسيس. قلت له يا فندم رمسيس دي محطه تاريخيه وتستمر محطه رمسيس، وبرده ممكن عدد القطارات يقف شويه في شبرا الخيمه لما يبقى رمسيس زحمه، ولازم نعمل محطه جديده تليق بصعيد مصر والوجه القبلي. صعيد مصر يا فندم 60% من المصريين، والخط الرئيسي اللي بيخش المحطه بيخش من الصعيد. صحيح. لحد ما نعمل القطر السريع بقى اللي ان شاء الله باذن الله اكلم حضرتك عليه، يبقى خط تاني موازي للخط الحالي ولكن كهرباء، هتستمر محطه مصر زحمه عشان الخط الصعيد. طب هو كل اهالينا من صعيد مصر اللي بيجوا القاهره كلهم بشغلهم او مكانهم في ميدان رمسيس؟ ابدا، في ناس بتنزل رمسيس وبعدين تركب حاجه تانية تروح الطور او تروح مصر الجديده او تروح المعادي او تروح الجيزه، يعني فاذا مش كل الناس ساكنه ولا راحه للكليه بتاعته ولا لجامعته ولا الطبيب بتاعه ولا في رمسيس، ده بيركب مواصله تانية. طب احنا لو جينا اخترنا اكتر من مكان ولقينا مثلث عبقري اسمه مثلث بشتيل، عبقري، رابط الخط الرئيسي اللي جاي من الصعيد ورابط الخط اللي طالع من منطقه بشيل او امبابه اللي كنا بنسميه امبابه الاباري طالع لحد خط اسكندريه، وخط مهم جدا الناس عارفه ان في خط واحد بيروح اسكندريه، لا هما في خطين، والخط ده هيبقى مهم جدا وبتطور دلوقتي هيبقى زي الخط الاساسي اللي معدي بقى على طنطا وكفر الزيات وبنى. طب مصر عماله تتوسع في اتجاه الغرب، روح بقى النوبريه والصحراوي والعلمين والضبعه، كل ده مصر عماله تتوسع في اتجاه الغرب. الخط اللي هو امبابه الاباري ده اللي بيعدي على مدينه السادات ده بيتطور دلوقتي وهيبقى خط مهم جدا نقل بضاعه ونقل ركاب، وبيخش فيه امبابه او مثلث بشتيل. الخط اللي طالع اساسا اللي مكمل على محطه مصر طالع من بشتيل، فلقينا مثلث عبقري فيه مساحه جيده جدا ومساحه كويسه جدا ومساحه جزء كبير جدا منها فاضي، فقلنا طب ما نيجي نطور منطقه بشتيل ونعمل فيها محطه بقى كبيره، مش فقط محطه زي محطه رمسيس 13 فدان، محطة بشتيل 52 فدان، قدها 4 مرات تقريبا، تقريبا لو قلنا يعني بالتقريب. تاخد كل القطارات اللي جايه من الصعيد، والقطر اللي طالع من الصعيد رايح اسكندريه هيكمل هيعدي على محطة مصر ويروح اسكندريه. طب انت عايز تحجز محطة مصر ما تحجزش بشتيل، احجز محطة مصر واركب القطر اللي رايح اسكندريه اللي هو في محطة مصر. مفيش مشكلة خالص. طب انت عايز تروح اي حته بقى في ناحيه النوبريه وناحيه البحيره والكلام، اركب وانزل في محطه بشتيل، اركب او احنا سمينا كده محطه قطارات صعيد مصر بمنطقه بشتيل، في منطقه ولكن اسمها محطه قطارات صعيد مصر.
لقينا مكان ياخد محطه، ياخد جراج تحتيه زي بقى كل الدول العالم اللي عندها جراج في المانيا وفي الصين وفي كل حته، جراج تحت المحطه، اللي جاي عايز يركب القطر وجاي من مصر الجديده يركب، يركن عربيته يركب القطر يروح الصعيد، يجي تاني يوم او اخر النهار او اي حته ياخد عربيته ويرجع. عملنا فيها غير المحطه، عملنا فيها ورشه عربيات ورشه جراد، عملنا فيها مول تجاري. السكه القديمه لما دخل بقى مكان السكه الجديده اتخلق مكان 18 عماره، 18 عماره هيتبنوا يدخلوا للسكه الحديد دخل. المحطه دي يا استاذ مصطفى اتبنت لحد النهارده صرفين عليها تقريبا 3.5 مليار، ممكن توصل 4 مليار جنيه. لم نحمل موازنه الدوله مليم. بمعنى؟ بمعنى احنا عندنا شركه اسمها شركه ام او تي، شركه استثمار اراضي واصول السكك الحديديه. وبدات دلوقتي كمان نشركه بداخله برضه في مع هيئه الانفاق، داخله مع هيئه الطرق في الاعلانات، في استغلال اراضي، في مولات، في اي حاجه عشان نعظم. ما احنا قلنا ان ثمن التذكره لوحده اللي احنا مدعمينه والدوله مدعماه واللي قليل جدا عشان ما نقدرش نزود التذكره بشكل كبير عشان اهالينا، فثمن التذكره ما بيجيبش مصاريف التشغيل. مش بقى ما بيجيبش ثمن القطر الجديد ولا المحطه، لا ما بيجيبش مصاريف التشغيل. فعشان نجيب حتى على الاقل مصاريف التشغيل ونفضل نحمل برضه على الدوله ثمن القطر الجديد وثمن العربيه الجديده وثمن المحطه الجديده، فعملنا شركه الاستثمار اراضي السكه الحديد. وده زي ما قلت حضرتك، وخدت معاها كمان الانفاق المترو وغيره، وخدت معاها الاراضي هيئه الطرق اللي ممكن نستثمرها. حصيله او الارباح بتاعت هذه الشركه على مدار 3 سنين اللي احنا بنبني فيهم المحطه دلوقتي هي اللي غطت تكلفه انشاء المحطه. طب لما هي تغطي تكلفه انشاء المحطه دي نفسها زائد العمارات اللي هنبنيها جنبها هي هتجيب دخل اضافي لهذه الشركه، ودخلها وربحها بيصبوا في السكه الحديد. اقدر بعد كده هي نفسها دي، انا عملت يعني راس مال، عملت راس مال للسكه الحديد، ثم بعد كده هو نفسه هيجيب دخل يبدا يخش كمان في مصاريف التشغيل عشان نقدر ندعم التذكره اكتر وقت.